انت شفتي كيف وزير الجزائري دخل المغرب وخرج كانه سارق دجاجه، بالتالي ما جلس حتى يشرب كاس اتاي ولا كاس الماء. ميم با ان فير دو تي. كانت عنده اوامر باش يوصل يعطي الرساله ويخرج، بمعنى هذا كيقول بان ما كاينش ثقه ما بين المغرب والجزائر. ثانيا الجزائر ما عندهمش ثقه في المغرب، رغم ذلك الملك في كل مره في كل خطاب كيقول لهم اجيو نجلسوا على الطاوله والله يسامح عفى الله عما سلف، لكن الجزائر ماشيه في عنادها. ودابا تصور معايا ان الملك الا مشى للجزائر وصل للجزائر كيف غادي يستقبل؟ فالخوف هو انه ممكن الدبلوماسيه الجزائريه ما تكونش في المستوى وتعمل شي هفوه صغيره شي غلط صغير اللي تطيح من القيمه ديال الملك، وبالتالي تقول احنا قطعنا العلاقات ديالنا مع المغرب وهو جا عندنا باش يتصالح معنا، وهذا مشكل كبير في الدبلوماسيه، لان حتى المغرب ما قطعش الاجواء ديال الطيران بالدخول للمغرب، ولكن منين يكون ماشي الملك منين غادي يدوز؟ واش غادي يفتح العلاقه واش يفتح الطيران باش الطياره ديال الملك تدوز، ولا خصو يمشي حتى لاسبانيا ولا لفرنسا ولا لتونس وعادي يرجع؟ هذه مشكله كبيره الجزائر خصها تحلها. الملك المغرب بصفه عامه دائما عطى كيف كنقولوا الضوء الاخضر باش انا جاهزه باش نكون نفتح العلاقات، ولكن الدبلوماسيه الجزائريه متشدده وضاغطه على راسها بزاف.